طبعا بالاضافه ل اللواء الفاطميين اجوا معهم شبيحه التراميح. شبيحه التراميح معروفين انهم من قرى حوالي مدينه حماه. حسب المهمه اللي كانوا متوكلين فيها انه هنن يصرفوا البضائع، او ما بدي اقول بضائع لانه هي كانوا يعفشوا يعني يسرقوا اغراضنا الشخصيه. تقريبا عددهم 150 عنصر. هنن كان دورهم بس يصرفوا المسروقات لحزب الله، للواء الفاطميون، للعناصر الجيش الموجودين في مدينة كفرنبي. هدول دعمهم لا محدود من ميليشيا إيران، بالإضافة لكتيبة المرتضى المقدر عددها ب 150 عنصر. هدول العناصر مسيطرين على حارات كاملة في مدينة كفرنبيل، مسيطرين على بيوت كاملة في مدينة كفرنبيل. ممنوع أي عنصر من ميليشيا نظام الأسد يدخل لهي المناطق طالما هي تحت سيطرتهم. هدول العناصر مسيطرين على أرزاق المدنيين في مدينة كفرنبيل، من زيتون، من تين، من مساحات زراعية بتزيد عن 100 هكتار، بالإضافة لعدد كبير من المساحات الزراعية في حزيرين، في معرة حرمة، في جبالة، في بسقلة، في حواس أيضا. عن طريق هدول الميليشيات أو عن طريق عناصر هدول الميليشيات بيستعينوا بتجار صغار، بيجيبوا عمال لقطاف المحاصيل الزراعية إن كانت تين أو إن كانت زيتون، بيحشوها وبيخطفوها وبينقلوها لمناطق الساحل، بينقلوها لمناطق دمشق.